على قاعة القصر الثقافي في مدينة كربلاء انطلقت فعاليات مهرجان الحسيني الصغير الدولي لمسرح الأطفال الذي يقيمه قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة. المهرجان بدورته الخامسة تسعى من خلاله العتبة الحسينية المقدسة إلى تنمية ذائقة الأطفال وزيادة الوعي الثقافي لديهم. العتبة الحسينية المقدسة مستمرة في برنامجها الثقافي، البرامج الثقافية الهادفة سواء لشريحة الأطفال أو للشرائح الأخرى، وما هذا الاهتمام بمهرجان الطفل مسرح الطفل إلا دليل على اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بشريحة الأطفال. نهدف من هذه المهرجانات إلى بث الوعي الثقافي الديني والأمور الأخرى التي تنفع الطفل. تسعة أعمال مسرحية من دول العراق وسوريا وتونس وبلجيكا تتنافس في المهرجان الدولي لحصد الجوائز الأولى، بالإضافة إلى أعمال مسرحية من دول مصر وبلغاريا. هنالك ورش فنية ستقام فيها المهرجان للعاملين في مجال مسرح الطفل من العراق ومن المحافظات. هذه الورش هي كلها من ورشة مسرح الأشياء للفنان مروان صلعاو من تونس، وكذلك ورشة تصنيع وتحريك الدمى للفنان محمد بكار من مصر، وكذلك ورشة مسرح الطاولة والتحريك المكشوف للرائدة والعرائسية حبيبة جندوبي من تونس، إضافة إلى ورشة المهرج التي ستكون للدكتور قيس القرلوسي من العراق. هناك تم تخصيص جوائز للمهرجان هي من قبل إدارة المهرجان، هي جائزة أفضل عمل متكامل وجائزة أفضل إخراج وأفضل نص مسرحي، وكذلك أفضل سينوغرافيا وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، إضافة إلى أفضل محرك دمى. فنانون ومثقفون أكدوا أهمية إقامة المهرجانات الثقافية لدورها في بناء شخصية الأطفال وتنمية الذائقة الفنية والحس الوطني لديهم. هذه المهرجانات فيها عدة رسائل. الرسالة الأولى هي تنمية الحس الوطني عند الطفل، الاهتمام بالطفل، تنمية ذائقته، تنمية ذوقه، تنمية ذوقه الجمالي، إحساسه بالجمال. دور المثلتة كان بيها مرض سرطان، ولازم نثبت أن كل إنسان بيه مرض سرطان لازم يجاهد حتى يوخر الخلية السرطانية، ومن هذا المشهد لازم كل إنسان يساعد الإنسان بيه مرض سرطان لازم يجاهده ونواسي بحزان وفرح. لقناة العتبة الحسينية المقدسة صديق عبود كربلاء.